ملك اللوبيا. ملك اللوبيا. لوبيا. 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 وش علاقة اللوبيا بالشذوذ الجنسي؟ يقولوا تقصير المرأة. في بلد نظام الحكم فيه جمهوري ملك مختلف عن كل الملوك. هيدا الملك ببساطة هو ملك اللوبيا الجزائر. أنا الدولة الوحيدة اللي تأكل في العدس واللوبيا في فصل الصيف. أنا الدولة الوحيدة حاليا في شمال إفريقيا تخرام في البحر خويا العزيز التي بإمكانها. فهموني يا خاوتي على واش يهدر بنادم هذا، على واش يهدر، على واش يهدر. أن تمحي المغرب في مدة ساعة واحدة. وضحك على روحك. الفاصوليا. انت نورمال ما تتكلمش. اللوبيا. لانك لو كنت لكنت هذا الضحك نروح نضحكوا على المراركة. شوفوا المستوى تاعو قاعد تضحك هنايا. يا ربي اذا مش بنادم والله انك لست عبد. ارن الجزائر بالمحيط نتاعها ما تشبهش المحيط نتاعها. شنو نقول لك؟ حبس خليه ليا ربي الله يعطيه الحتحات. امين امين. شبكة الطرق نتاعنا ولا واحد عنده. الله يفزز لك الايام. امين. 12 مليون تلميذ قارية كالية شاربة على حسب الدولة. الله يلقيها لك في الحومة. امين. المنظومة الصحية نتاعنا الله يركب لها الجذري والبدري. امين. احسن منظومة في المغرب العربي وفي افريقيا. الله يعجز مشى هو يحك. آمين. يعيفوه الناس. آمين. ميات جامعة ومركز جامعي و12 مدرسة عليا. شعبون بزاف الله غي هادي. الله يعطيك ضربة الكفا. آمين. تسمى روحي وروحي. روحي وروحي. هذه أخلاق هذه. الشباب شباب تاعنا عنده ميول اللي ما كانوش داخلين في الفساد اللي يعول ينحرف نوسعوه في الغابة. هذا ما كان يكون بهدل وكاشف روحك. هاو انت كنت في الإعلام موك بكري عربي أرى صار لك كما هكا سمعتني. هذه اللي يقولها لك راك مكشوف. معليش معليش روح روح يا المكشوف يا اللي كنت صوت امك يا اللي دمرتها على تروتوار. على حساب اقتصادكم في الوقت اللي عندكم جيران كان ممكن انكم تستفيدوا من ماده الغاز بثمن رمزي ولا مجانا. باطل هاك. خذ النقوه. يمشي الله ينعلكم وينعل نهار اللي سميناكم. المخ ديال الجزائري داس في الفراكه. فراكه شيك فراكه. غسلوليه دماغه عم 62 ما يغسلونيه الدماغ. يحكوه 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 يحكوه. قوة ضاربة قوة كذا قوة. هذه أول قوة في إفريقيا. قوة اللونين قويين في كل شيء في سراق الزيت في قرلو في العقارب في الفاء. بقوك يغسلونيه دماغه يغسلونيه دماغه يغسلونيه دماغه تولى تيمومة منعرج للتزحلق ما يقدرش يفكر. علاش تيمومة؟ بس كل فكرة اللي تبغي تدخلها اللي تضرب وتخرج ما تدخلش الفكرة. تبغي تهضر معاه باي لا تهضر معاه يقول لك الدعارة. تهضر معاه يقول لك الملك تبوسوا ليه يدي. تهضر معاه يقول لك سبتهم ليليا. اذا الدماغ ديالو لم يبقى فيه ديك التقييبات ديك اللعيبات من يدوز شويه ديال البر شويه ديال الاخبار شويه ديال المعلومات الجديده شويه ديال الابتكارات. مخ تيمومة علاش تهضر معاه مروكي. انا نجيب لك فيديوهات تاع ناس لاين في الخبز يابس وتاكل بصح انا ما ناكلش من هذا الخبز. انت يعرفوك ربعه يعرفوك ثلاثه وبعيت بندل انا يعرفوني 100000. دوك انا ماشي كيف انت كمهندس قلت لنا مهندس ودير كاسك ابيض. الاستاذ نور الدين قال انكم مجرد 20 مليون وعندكم تقولوا عنكم 45 مليون باش تقارنوا روسكم مع المغرب. ما لا نروح انا لو سوبوزونت لو سوبوزونت جيت تتوضا وما صبش الماء واش دير السباح. لأن المشكلة تكون فاهمك علاش عبدو. شوف أي شد روحك مليح. الجزائر فيها إلزامية التعليم من 62 من الاستقلال هي وتونس. المغرب مساكين لهذا عندهم نسبة أمية كبيرة فرضوا إلزامية التعليم حتى 1999 لهذا تشوف نسبة الأمية عندهم 30%. وقطع حدك إن شاء الله بربي. المغرب ما كانش يسجلوا حتى المواليد
المغرب ما كانش يسجل المواليد، هادو اغلبهم مالكين بريزيمي. والله العظيم ما لي زالجيريان الجزائريين، مازال تشوفوا المراركة يهضر العدس واللوبيا، رقد على زوج ودنين وزيد ديرهم خدامنا وكونك هاني، راك غالبهم، الناس غير تاع عدس وتاع لوبيا. المهم خاوتي، الحلقة قادمة إن شاء الله. أنا الدولة الوحيدة حاليا ما عندناش باش نشرو الماكلة في شمال افريقيا، ما كانش عندنا اقتصاد التي بامكانها نزيدوا نوسعوا في مده ساعه واحده. واضحك على روحك انت نورمالمون ما تتكلمش. هذا الضحك نروح نضحكوا على المراركه اللي قصفوا لك خاوتك وقتلوا لك خاوتك. فين حسابات تاع دراري انت قاعد تضحك هنايا؟ اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. مراك يقول لي بالعربيه شنو هي؟ هو يقول لك هو المناطق التالية والمدن التالية التي سأعدها هي جزائرية الأصل. هي عودة جزائرية الأصل. زوينة عندك هذه ممتازة أتبي. منها السعيدية، أكليم، مدغ، بركان، أحفير، وجدة، بني مطهر، دوار طوبة، بني مكيدة، العيون، بني مليك، توريرت، سيدي بارك، فوادي ملوية، يشق قرصيف على اثنين جهه للمراكش وجهه للجزائريين، وسقيس على ذلك تويسيت الى جراده 17 عين حلوده الى الناصله الى فيقيق سيان هاني انماري ومنها الى شمال تندوف في منطقه الزايده على 600 كيلومتر هو حدود طبيعيه جزائريه. اكس العرير حسب المصادر التاريخيه. عقبونا الكريم سبعتو خبز تكذب على الله اكذب. كاينين الناس تيعجبهم الكذوب، كاين الناس تيعجبهم التخربيق بحال بان انت نخربق. انا عمري ما قلت لك انايا غتستافد مني غتستافد بن شنقريحه يا اخي حتى اسمه والله يصعب للعتب اسم يجيب العفن بصراحه. يعني شنقريحه ايش الاسم هذا؟ ايش البطاقه هذه اخلاق هذه؟ هذا شو اسمه بالجزائري؟ الكراكو الجزائري. الكراكو الكراكو الجزائري. بس انا الاحظ ان هذا من الطراز التركي. عليه سمك القرش وعاد يجي يا ربك البحر الابيض المتوسط علاش؟ بسبب ريحه الخنز نتاع الفاصولياء واللوبياء والعدساء اللي راهي في البحر الابيض المتوسط بسبب الحمره والبعره. هذا هو السبب. تخراهم في البحر خويا العزيز. الاستراتيجي استراتيجي زيادة على المخطط الاستراتيجي. احنا اليوم 150 اورو. والعدس العدس يا عمي تبون العدس والعدس والحمص يا عمي مشيت تبون البقوليات هذه البقوليات العدس في اسعار البقوليات في صوره الحمص اللوبيا والعدس زيادات حتى في الفاصوليا والعدس في عز فصل الصيف هو اللي يسهلك اكثر العدس الفاصوليا البقوليات بقولي الجفل العدس الحمص الفاصوليا البقوليات الجافه في الاسواق اللوبيا يجرى في الحمص كما العدس البقوليات في الجزائر والارتفاعات الحاده اللي حدثت في السوق البقوليات البقوله الجافه البقول الجافه البقوليات الامور هذه ارتفاع العدس الرعد نسيان كيما زهر ياك الجاج خضر وتعالى الطبله من البالا و بغينا الحدود تنحل علينا باش نشوفو ولادي ونشوفو ولادي انا موحشاهم وقلك هما ما يشوفوني وانا ما نشوفهم نموت هنايا بوحدي غريبة وانا بولادي وانا مرضت واحد المرة حتى وصلت للموت ومجبرش اللي يدخل عليا في هذه البنت راه مقابلاني. انا كجزائريين عايشين هنا
زعما حشومه اننا ما نقدروش نشوفوا بلادنا وهي هنايا على جوج. مثلا انايا وقعت لي واحد الحادثه نهار اللي توفات الوالده ديالي، ما قدرتش نمشي نحضر الجنازه ديالها ولا نشوفها.